حوت متهم بالتجسس لروسيا. هذا الحوت متهم بالتجسس لمصلحة روسيا. صيادون أمسكوا به متلبساً واكتشفوا أن اسمه على اسم قائد روسي. لكن السؤال الأهم، كيف لهذا الحيوان أن يؤدي مهام تجسسية؟ الحوت بيلوغا معروف بصفيره عالي الحدة، ويلقب بالدولفين الأبيض لشبهه بالدلافين، كما أنه يعيش في مياه القطب الشمالي قبالة سواحل روسيا وكندا وألاسكا. في عام 2019 عثر صيادون نرويجيون على بيلوغا قرب سواحل سان بطرسبرغ. الحوت كان مزوداً بطوق يحمل كاميرا جوبرو، وتمكن الصيادون من نزعه ليتبين أن الحوت اسمه فلاديمير. اعتاد هذا الحوت الاقتراب من الزوارق النرويجية قبالة سواحل جزيرة إنغواي، وهي جزيرة في القطب الشمالي تبعد نحو 450 كيلومتراً من مدينة مورمانسك، التي يتمركز فيها الأسطول الشمالي الروسي. كولونيل روسي سبق أن تحدث عن هذه الواقعة بالتحديد، تحدث عن استخدام بلاده لهذه الحيتان في جمع المعلومات. بعد عودته شبه جزيرة القرم إلى روسيا، استأنفنا تدريب الدلافين العسكرية وفقاً للبرنامج الأولي، ولا تزال مهامها كما هي. لدينا دلافين عسكرية لأدوار قتالية، نحن لا نعتم على ذلك. هذا ما أضافه فيكتور بارانيتس، الكولونيل الروسي السابق، متحدثاً عما إذا كانت بلاده تستخدم بيلوغا للتجسس. فهل يعتقد البعض أن روسيا سترفق رقم هاتف محمول مع رسالة تقول يرجى الاتصال على هذا الرقم على حد وصفه؟ فيما يتعلق بشمال روسيا، كما هو الحال في القطب الشمالي، كما قيل لي، أعتقد أن العلماء الروس يستخدمون حيتان بيلوغا للقيام بمهام جمع المعلومات المدنية بدلاً من المهام العسكرية. لم ينفي فيكتور بارانيتس احتمال هروب بيلوغا من البحرية الروسية، لكنه في الوقت نفسه تجاهل قلق السلطات النرويجية من هذا الحوت الأبيض. أعتقد أن الحوت يأتي من منطقة مورمانسك، حيث نعلم أن البحرية الروسية دربت البيلوغا على إجراء عمليات عسكرية. روسيا ليست وحدها من تدرب وتستخدم الحيتان والدلافين في عمليات التجسس، فالولايات المتحدة وضعت برنامجاً خاصاً لتدريب الدلافين وأسود البحر للمساعدة في التعرف على الألغام الموجودة تحت سطح المياه، وحماية بعض المخزون النووي الأمريكي، وغيرها من المهام الخطرة في قاع المحيط.